صباح 11 دقيقة على يف محل راديو العبية لا تجيكم من توا حتى الثمانية متاع الليل. مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، مساء الانوار للناس اللي تبع فينا على الباج فيسبوك راديو يف ام ولا على شان اي اف ام تي في على اليوتيوب. مع اتصالات تونس معنا حد يروح متغش شعر بدينا به، شعر ان شاء الله باش نواصلوا به اتوال 600 اتوال 1 دياس، هو الكود اللي وصلك ل 600 دينار كاش. اي نعم 600 دينار كاش، وعلاش لا كياريو قيمتها 50 مليون. اي نعم 50 مليون من اهداء اتصالات تونس. حلقة 3-26 جويليا تشهد انتداب جديد، وجه جديد، ولي صغير عسامة ولي شاويلي لبس حبيبي سافا في فورما مدام خايفة شوية من الميكرو هكيكا فما تراكي شوية ينسي ليه ما اسمح احنا روداش في صافي صارو اي ما ضربة بزر شوية تحديات مريكة. وتحس روحك كي كريسبي في صافي صارو يا لحظه اللي روحك ولي قد معايا باش نمشي مباشرة للعظيمة والشقول مع اللي مشي حت لي ريخي. انا واحد من الناس بالشخصيات الفريدة بدأت مع زميلنا غير ما تقول كانت كرونيكوز مع زميلنا راجح زنقير اليوم معايا انا في العب يلا لعبير شنو حوير عسلامة نحس روحي ما نجم نقول كان لعبير نحسك كل كبيرة لا مش هذا نحسك كل مرأة الزمنية كل عندها ملسنة 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 هكا إشاعات زي ما تعمل لي في فورما الطفلة مازالت جديدة برسمة واحدة هني باش نسيس يلا سيدي العين دي قبل العين دي ربي فضلك يلا اسمع تكلموا في الميكرويت خاطر حاسكم ضايعين شوية للروبير. يلا سيدي نمشيو للروندة الأولى المنزه التاسع 43 سنة عربية بن سعيد. عسلامة عربية عسلامة شنو حوالك يا عربية؟ الحمد لله عايشك لاباس. البنوتة في الثنية قالوا لي اللي عندي وليد ربي فضلهولك يعيشك مشيح لك ريقك ولا ايه؟ مشيح الريق بدا هيك وقته وقته هكا وربي فضلهم الكل اللي عربية عايز يقعد معايا ما تعلقش تليفون نمشي والبيجة 40 سنة صابر الريحي شوك يا صابر عاصمة صابر يا صابر العم يا اخي البنات اللي معايا اليوم يديهم بالحنة ما يصفقوش واحدة شدة البورتابل والاخرى معنا صابر صابر عاصمة صحيح 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 صفقوا يديكم بالحنة ما تصفقوش صفق واحدة معنا انا يا صابر هي ما جديدة شنو حوالك البنوتات شنو حوالهم؟ والله نبي في فورما حاضر يا صابر ماكل الجبن نورمالمون هكا ولا جبن باجة جبن باجة ذاك المالح البنين جبن باجة خويا عندي معاه راهو عاطفة كبيرة ياسر انا ذاك يا صابر عربية سؤال 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع ولاء ولا مع عبير. نبدأ بك أنت يا عربية حاضرة؟ حاضرة أي يا عربية غنيوا عليك برشا راو برشا غنيات أي برشا صحيح عربية سؤال يقول سمي ثلاثة حاجات تجي في البيتزا جبن طماطم أحبق أحبق برافو عجبني اللمسه السحريه هذيك نتاع بالجيل بيتزا بنينه برافو صحيت ما متخلطيش فكا زيتون وكبار والجو هذاك مشيت لي للفاح والكذا والكذا صحيت صحيت عربيه به 4 ثواني 3 إجابات صحيحه برافو عربيه صابر يا باترون 10 ثواني يزمك تجاوب في اقل من 4 ثواني صابر ركز جاوب في 9 سؤال يقول سمي لي ثلاثة حاجات تجي في الكريب ثلاثة حاجات في الكريب هاي في ساعة ما تعرفش صابر لا باهي 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 صابر عربية من لا صابر اللي دخل بعضه عربية عربية لك الاختيار ولا وإلا عبير هاي ولا كيفاش؟ عسلامة ولي ولي عربية مع ولي صابر مع عبير بعد شوية باش تكون الروندة الأولى بعد شوية باش نعرفوا شكون باش تكون أسرع على البزر قبل هذا ترتاح صغيرة مع البيب راجعين
السبعة وسبعتاش دقيقة علي في محلى راديو مازلنا واصلين معكم حتى الثمانية متاع الليل. قبل الفاصل العربية اختارت ليكيب نتاعها تكون ولاء وصابر اوتوماتيكمون ليكيب مع عبير به عربية صابر تقعدوا تسمعوا فقط سؤال الأولوية يهم البنات اللي موجودين في الاستوديو. سرعة مطلوبة الدقة مطلوبة والإجابة تكون في أقل من 3 ثواني بعد ما تنزع البزار سؤال يقول شكون هم ملائكة الرحمة؟ الطبق لوجيك معناه ملائكة الرحمة هما اللي داوي وهم عليكم هما معروفين شنو نحسبوا الإجابة خاطر هما نورمالمون الممرضين أي طب ممرضين سي لا ميم شوز معناه ما هم لابسين بلوزة بيضة ولا ملائكة الرحمة لا شنو ولا لا ملائكة الرحمة طب ممرضين أما ما يصيرش قربت ما به ما صحيحة لوجي ليا به السيدة المعدة ثبت فيها ثبت متأكدة الممرضين يعني الممرضين بصفة عامة دونك ليتار شبه الطبي تحية كبيرة ليهم تحية كبيرة دونك ما يصيرش قربت ما الأبرة باهية باهية مرجية هذه تقولوا لي جديدة أنا نستنى فيها ونستنى هاو جاتك هناني بناني هاكا جاتك كدوش قلت لك شي عندك اليوم مش عندي هنا هاي يا سي صابر نعم خويا فايق ولا راقد؟ فايق فايق السؤال هذا على نقطة يا صابر راي اللعب على 600 دينار يا صابر رام 600 رام يا صابر شهرية صحيح كان كاتبين توجيه وحلوة لا 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 مش مكلم يا صابر عبير 30 ثانية السؤال يقول وين موجودة جبال قوس قزح الاقتراحات هولندا الصين ولا النمسا صابر عندك الإجابة جبال قوس قزح الصين انا ما عنديش فكره نتبعك انت نقول الصين كيفك خاطرنا الحقيقه ما عنديش فكره جمله الصين تقول هاي الصين هاي العب يلا جواب نهائي صابر به انت انت جواب بالزهر ساعه ولا ولا عندك الاجابه بزهر بزهر من مزهر السيد مش يطلع لا صابر يا صابر نعم البنايات بحذيك ولا مش بحذيك لا لا والله معي صاحبي بالخرهبة في قعفور في قعفور تحية القعفور والباشا والكل المهم واقفين ما قمش نمشيو لا حبسنا ايوه صحيح شو اسمه صاحبك غسان غسان ايه تحية لي قاعد يفسكيلك ولا لا لا والله فما شوي فوسك والله لا قل لي بشي فاسكيلي رو فاسكيلي من الأول جبال قوس قزح يا صابر بين هولندا والصين والنمسا اخترت الصين جواب صحيح برافو صابر برافو يا صابر برافو شفتي زهرة ما هي قطة هي مش زهرة وكيل يا صابر كان زادة ما نفش نشوفه حتى شوية فرحة أخويا تولي كي برش مو شوية فرحة ضحكة هكذا تقسيمة تقولي لك ربحت 600 تجي فرحة باهي ملهاني بشرب حق 600 والله عنده حق يزمه يقعد مركز أقنعتني برافو صابر والله صحيح رزيه بيسورتير مركز قال لك توكي نربح واحدة واحدة قال لك عندك حق صابر به سؤال الأولوية مرة أخرى ولي عبير البنات يديك مع البزار صابر عربية تقعد تسمعوا فقط سؤال يقول شكون اللوسي بالعربية عادل منفذ هي ما انت قديمة ولي تعتقدش عندك من حلقة مازلت ما اي علي شفامة تتفرش في الروتور والله العظيم نغزر لي كاميرا ولا غزرت له الغطوم والله ما بيصيرش تحب تعديها هكيك عديها عادل منافذ هو جواب صحيح ولكن نمشيو الولاء ونمشيو العربية يا فار هو في القانون راه تغزر ما تغزروش للرطور باش نكمل انا حتى نكمل انا السؤال يلا عربية ولاء عربية اي عسلامة ما سلمت عليها ما سلمتش عليها مرة بركة مرة أخرى أي شنو بيان سور كل سؤال أي يا كيكة ملا ولي أي عربية 30 ثانية عربية باش تعدل النتيجة يا عربية
ركز تشاور انت ولا تعطيني الاجابه قبل ما التوقيت. سؤال يقول انا هو الفريق اللي تعامل معه اذا يجاوك انت انفلونسر ولا الانفلونسر للاعلان عن قميص جديد؟ اسمعني من التليفون بركة عربية. الاقتراحات ريال مدريد، اليوفي، جوفانتز ولا بي اس جي؟ باش تعود الاسئله. باهي انا محلا ما عنديش مع الكره، اما انا نقول نحيو ريال مدريد ونحيو هذيك الجمله ونحيو بي اس جي. انا نقول ريال مدريد. ريال مدريد. لا لا بزرك بزرك. باهي عربيه انت اخترت جوفانتس هكا. عربيه ريال مدريد. باش تبدل رايك لريال مدريد انتهى التوقيت، ما عادش نجم ناخذ اجابه اخرى. ولا اختارت جوفانتس وعربيه ما سمعتش كلامها مشات لريال مدريد. عربيه علاش ما سمعتش كلامها؟ ما. ها ولدي اللي قالي. ولدك اللي قالك. وين اش نعمل هوني فهمتش. هي راي مجعوله باش تعاونك. جيت باش نعاونك. ولدك دار فيه جاوب خاطر يحب ريال مدريد. مغروم بريال مدريد. الفريق اللي يتعامل مع الانفلونسر ولا الانفلونسر للاعلان عن قميص جديد هو اليوفي. جوفانتز للاسف الاجابه غلطه. ولا الاجابه نتاعها كانت تيك توك صحيحه. كل اسمر في التيك توك عامل بوز ومسلم ما نتبعش ما يخرجولك. اي ولدك برا رقدو تو ينسيها الكره يزي. عربيه مش عارفك. ولدك رقدو تاع عطيك تريحه ذاك. لا تريحه لا جا تريحه على على نقطه. لا لا خليه قول برا العب. هاي يا سيدي سؤال الاولويه مره اخرى لبنات يديك مع البزار. سؤال يقول باش تحط يدك كيما هي بالضبط. اي ماموش باش شكون بنى مسرح قرطاج، الفينيقيين ولا الرومان؟ الرومان. الرومان جواب صحيح. احسنت يا عبير. يا صبر صبر ويرادي مش تغني له الراجل يا صبر فيق لي شويه. فيق فيق صبر قالك وقفوا غسين في الكياس على في الباكوتي حاطين كاس لينيتون في البلاصه. جعفور جعفور مش جعفور جعفور في جعفور ولا ايه؟ اسمعني. سيدي طلعت اللي هو يسوق ولا شنو الفرق نقول هكا نكمل خاطر بعد شوقت. يعطيه هو يسوق صحيح. تقلب يقلب فيسع فيسع صحيح. المهم ما ما ما, ما يعملش برشا حس. هاي هاي بدلناش فيسع يا صابر. اول مره ذي تصير ظروف المباشر. ظروف المباشر هذي عمك صابر يحب يبدل البلاصه ويسوق هو وغسان يسوق. شيخ وراحته هو يسوق. انا مش مش نجم نتكلم. شيخ وراحته. ركز مال نجم نعطيك سؤال مركز تسمع فيه بالكدا. مركز معك بالكدا. يا صابر 30 ثانيه. سؤال يقول شنو هو الغزل؟ الغزل شنو؟ الغزل شنو؟ شبكة الصيد، المفتاح القديم ولا البلكون؟ البلكونة البلكون. شنو هو الغزل؟ الغزل شبكة صيد ولا المفتاح القديم ولا البلكونة؟ الغزل 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 مش غزيلة غزل ترافي غزيلة تو انت غزل. غزل لا العظيم اش قلت سي صاب؟ شبكة صيد. العب يلا شبكة صيد. صابر قاعد يجاوب انت تخف. يا خويا ما شاء الله عليك ما شاء الله وحد عليك تطلع الاجابه هذه صحيحه. سكرنا. لا تزل لي يا فاهم انا. بعقل تمشي. نولي ديما مع ديما بحضة صابر. يا صابر. اخوي. الغزال بديتوا تسوق وبدا يسوق غسان. اي غسان. ايوه قول له ما يفوتش ال 40. يمشي هكاك حتى. سلمنا عليه. الغزال يا صابر ماهوش المفتاح القديم وماهوش البلكونه هو شبكة صيد. برافو معروفه. هو الغزال. الغزال هو اللي يرميوه على الشبكه. الشبكه في البحر باش السردينه وقت الحيطه يقول لك قاعد نسرح في الغزال وقاعد نصلح في الغزال وقاعد. برافو يا سي صابر.
برافو برافو نقطتين مستحقين صحة راهي على جاوبتك في مسلسل العاصفة اي حتى كي تمشي البورت راه تسمعها معناها هذيك اللغة ما يمشيش المرشي الرجاء يسلك في الغزل صحيح برافو صابر به نقطتين لصابر مازلنا صفر من النقاط غالب. العربية ولا سؤال الأولوية مرة أخرى السؤال يقول حسب فيروز شنو لون عينين البنت الشلبية عسلية لوزية لوزية عسلية بنت الشلبية عيونها لوزية برافو كورالا كورالا هذيك هو اصدقاء الصغار جاي عامله شوين اليوم سامحني عسلية ولوزية نفس اللون لا يا ماما اما الكلمة هذيك هي لوزية عندك قلت لك عندك اليوم ملي دخلت لوزية لوزية الإجابة الصحيحة برافو عبير لك الكلمة ذي تسوى فلوس 600 دينار صابر يا صابر نعم 30 ثانية يا صابر يفصلوك على 600 دينار توا قول يولي يمشي في العشرين ما يمشيش ياك ما عاش وقت عليهم قالك جماعة عندهم خدمة يا ودي 600 خير من الخدمة يلا صابر حاضر حاضر راك ما تفرحش من بعد كان تربح ما تفرحش نسحبهم انا عندي الحق ان نستعمل الفيتو ونحيهم اعطيهم لي تنفرح في بلاستو والبلاتون هدو يلا صابر 30 ثانية السؤال يقول سكاي نيوز عربية هي قناة اقتراحات سعودية إماراتية وإلا لبنانية سكاي نيوز عربية سي صابر نعم سكاي نيوز العربية هي قناة إماراتية تبعني العب يلا جواب نهائي صابر إماراتية أنت عندك المعلومة ولا تبعت عبير لا ولا تبعت عبير تبعت عبير به لأول مرة ظهر لي تبعت عبير خد زوز أسأل الأخرين أنت ما أنت جاوب ما عنديش إجابتهم هذو الأخرين قال لك أنا متأكد منهم متأكد أنا هذي متأكدة منها سكاي نيوز العربي إن شاء الله المرة ذي أنت تكون متأكدة منها ليه متأكدة إماراتية تنجم تكون هي في الإمارات أما ملك شكون سعودية ليه عاد ريت السرعة والثقة في النفس والراجل ما خليتوش حتى يخمم معاك دف ديريك تكيكة العزيز رتها ده والله لين حيك والله صح عليك يا صابر جرتها باهية باهي خلينا باش نشوفوا جرتها باهية ولا مش باهية كان طارو 600 دينار ما جرتها متوسطة سكاي نيوز عربية هي قناة الروح الروح إماراتية جواب صحيح برافو تروا جور ميزابي الفريق الديجيتال الكل اليوم موجودين غاديك الكلهم ثلاثة أيام منقوبين غاديك ثلاثة أيام منقوبين إماراتية مبروك عليك يا صابر مبروك 600 دينار كاش من هدية تسلة تونس مبروك عليك صابر عايش خويا عايش بارك الله فيك ويني لا رينا حتى تزميره يا خويا ميسال زمرو تزمير ان شاء الله مبروكين عليك مبروك عليك يا صابر خلي لك مود لافان علاش كنت حاب تسلم هاي نسلم على مرتي على بلاتي على بابا وامي واصحابي الكل واحنا نسلم عليك برشا صابر ميرسي بوكو نورتنا اليوم 600 دينار من هدايا اتصالات تونس عربيه عربية ولدك المرة الجاية باش نجيب له مريول الريال انا لازمني نجيب له مريول الريال ها اي ما انت المهم مغروم بالريال لان ضيعنا طيب والله ضيعنا ربي يفضله لك يا عربية ومبروك عليك بون داشا قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس مبروك عليك عربية ونخلي لك مود لافان علاش كنت حاب تسلم هاي نسلم على امي وخويتي ربي يفضلهم لك نسلموا عليك برشا عربيه ميرسي بوكو مبروك عليك البونداشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصال تونس اتوال 600 اتوال 1 دي اس هو الكود اللي وصلك للكيا ريو قيمتها 50 مليون اي نعم 50 الف دينار ترتاح صغيره مع الموسيقى راجعين
37 دقيقة على FM أحلى راديو، مازلنا مواصلين معكم حتى الثمانية متاع الليل. الروندة الأولى كانت عبير فايزة بامتياز. مرة هذي عنده إن شاء الله 3 نقاط مستحقة وصابر الحقيقة تحية لي ما شاء الله عليك، كان متبري ممتاز. ولي قمت بالله عليك، حلقة أولى حقيقة مجهود يذكر فيشكر. بالحق بطل عليها أول مرة. سيان روندمو بالاشتراك سيبي سيبي أنا غيرك يبدأ الميكرو خايف منه كل هاك. من حسن إلى أحسن سيواليشت. برافو برافو برافو. ما شاء الله. أيس الروندة الثانية مباشرة من صفاقس. 36 سنة ميرا عامر شعبك كاميرا. عسلمة. أي صفقوا خاطر يديهم بالحنة. عسلمة. يا ميرا شنو حوالك؟ لاباس عليك. إيش حالك؟ اهلا وسهلا ومرحبا بكم الكل. يا عايشك استاذة رياضة هكا ولا ايه؟ اي النوتات ما يتيحوش تحت 17 ضحكت ولا يتيحوا؟ كان يتيحوا باش نبدا صعيب معاك راهو، خاطر احنا بروفيت سبور هكاك نورمالمون كلنا نعرفوا نجري وكلنا نعرفوا نركزوا. ها انا خليت 15 عم باك 15 كيفاش؟ ماذا عندك ولا 19 عندك مشكلة؟ عندك مشكلة مع بروفيت البروف بروف ولا بروف؟ بروف او بروف اما زوز عندك معهم مشاكل ما تقاك مشوشة ولا لا والله خاتين هيش اميرة اللي دخلتنا في المرية وكنت عليك اهو سنرمال صحة بخير يا اميرة. عايشك انت عليك خير، عايشك بك الله فيكم. اي حذر لي روحك اميرة، نحبك في فورما نورمال موست الرياضة ما تنش بتكون كان في فورما ان شاء الله. اقعد معنا وتعلق تليفون اميرة، نمشيو للطريق سكرة. ما زلنا طريق سكرة نورمال مو في سويس فيكس هكول ايه نورمال مو. 27 سنة منير فارسي شاوك يا منير. اهلا بيك مرحبا. اين انت يا منير؟ في طريق سكرة سفيقس. طريق سكرة هكول ايه؟ نعم طريق سكرة سفيقس نو؟ اي طريق سكرة سفيقس. اي صحيح طريق سكرة سفيقس، طريق جرمدة، طريق جيبس، طريق المهدية. خيطها سفيقس. يا سير يا سير. اي اليوم ملا ديربي. سفيقس سفيقس لقاء الاجوار. كورة ما عنديش معها. خير ارتحت ولا ارتحت؟ ماك خاسر ماكش خاسر برش حاجيت به. منير أميرة سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني 3 إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع ولي ولا يلعب مع عبير. نبدو بكنت يا أميرة ladies first. السؤال يقول أميرة سمي لي 3 طيور. العصفور الحمام والنسر. عصفور وحمام ونسر لوجيك. برافو 3 إجابات صحيحة. برافو يا أميرة 3 إجابات في 3 ثواني 3 ثواني رغم اللي راو كلمة عصفور معناها تلم. احنا في تونس أي واحد أي حاجة تطير نقولوا العصفور نورمال مو كنال وحا لا عليك. يلا 3 إجابات صحيحة في 3 ثواني برافو أميرة. منير يا منير حاضر؟ حاضر. السؤال يقول سمي لي 3 بحار. البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، الله كلمة متوفي متوفي البحر الأحمر متوفي البحر الميت. عندي ساعة نقول لك متوفي 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 البحر الميت. لا مش معتقد يا ولا حويل. زوز إجابات صحيحة في 10 ثواني رغم اللي زوز لولانين زوز إجابات لولانين في زوز ثواني معناها هربت الثالثة الإجابة الثالثة. صراحة صراحة يلا ميسيرش منير أميرة لك الاختيار ولا ولا عبير. هاي نختار عبير. عسلمة عبير. أهلا وسهلا عبير. أميرة ولا معاك سيمونير. مرحبا سيمونير. يلا مرحبا بك. سؤال الأولوية سؤال يهم البنات اللي موجودين في الاستوديو. منير أميرة تقعدوا تسمعوا فقط البنات يديك مع البزر. سؤالي كل شكون رئيس تونس عام هاي ما كبرت سؤال شبيك على بنتي اشتريته قرأته وممنوع تقرأ. نعود تقرأ. لا ما عندك ما تعود. رئيس تونس عام 1975 أعطيني الإجابة صحيح. بورقيبة. بورقيبة جواب بورجيبة. صحيح ولكن الإجابة باش تمشي باش تعدى لي أنا العابير لك عندك من اللي حكيت ليه هي اللي عجبني فيها صريحة قالت لك قريته أي هو راه نورمال مون عادي ولا خاطر ما زادت جديدة وحلقة ما في باليش ما نعرف حلقة ولا شفت كيفاش حلقة ولا نورمال مون نورمال مون ليه ما تحبوا أما كيما تحبوا الفار الفار شدة في زوز أخطاء
يلا مثال شاي عبير. شكون معها عبير؟ معها أميرة. أي أميرة؟ أي أمورة. أميرة 30 ثانية السؤال هذي على نقطة، تتشاور أنت ولا عبير تعطيوني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت. سؤال يقول وين موجودة دار علوش؟ اقتراحات: حمام الغزاز، تاكلسة، ولا تبلبة؟ عندك فكرة أميرة؟ دار علوش وين موجودة؟ تاكلسة، حمام الغزاز، ولا تبلبة؟ لا والله بالضبط ما عنديش فكرة. أنا تبلبة مستبعدتها خاطر نعرفها تبلبة، دونك مستبعدتها، قعدت ما بين حمام الغزاز وتاكلسة، ما عنديش فكرة الحقيقة. نجاوبوا بالزهر. جاوبوا بالزهر. حمام الغزاز. برا حمام الغزاز بالزهر. به أميرة. وي. هي استبعدت تبلبة، متأكدة إنه تبلبة ما فيهاش بلاصة اسمها دار علوش، قعدت بين حمام الغزاز وتاكلسة وخلت لك حرية الزهر. هي زهرها اختارت حمام الغزاز، أنت تبعها معها في نفس الزهر. أي نمشي معها، نمشي معها. نفس الزهر. تربية. جواب نهائي، حمام الغزاز وين موجودة دار علوش. على استبعدت تبلبة كومبليتمون. تبلبة نعرفها، معناتها السيكتور ديما نخدم فيه تبلبة، ما فماش حمام دار علوش، ما نعرفهاش. امبوسيبل معناها تبلبة نخدم فيه السيكتور هذاك. تعرفها بلاصة بلاصة. أي زنقة زنقة. دار دار حوش حوش. تاكلسة وحمام الغزاز الحقيقة ما عنديش فكرة عليه. وين موجودة دار علوش بين حمام الغزاز تاكلسة تبلبة؟ جاوبتوا بالزهر، حمام الغزاز والزهر معاكم. برافو. نقطة نقطة العبير وأميرة. برافو. نقطة العبير برافو. وأميرة. مازلنا صفر من النقاط الولاء وسي منير. يلا سؤال الأولوية مرة أخرى البنات. ما عادش جملة باش نسمعوا، نغزروا لبعضنا. أنا وياك مريقل. السؤال يقول شنو اسم المضيق اللي بين المغرب وإسبانيا؟ مضيق طارق زياد. طارق ما نعرفوش. زياد. إجابة غلط. طارق ما نعرفوش. طارق زياد. لا طارق زياد ومجدي. لا 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 مجدي ولد حميدة وعبد الحميد. لما حاجة اسمها طارق نسيت. طارق طارق وزياد هو اسمه مضيق جبل طارق. طارق يا. أول حاجة زياد منين جاني هذا؟ هو خاطر هو طارق ابن زياد القائد العسكري العظيم. اي عادي ويلي صحيح هكا، فما النية موجودة لطارق وزياد موجودين. حتى يقبلك الطب قالت ما الغالب. إجابة غالطة، هو مضيق جبل طارق. مضيق جبل طارق. ولا منير 30 ثانية باش نعدلوا النتيجة يا منير. وي ان شاء الله. يا منير ركز، فرصة باش تعدل النتيجة. 30 ثانية تتشاور انت ولا تعطيني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت. سؤال يقول شكون المرأة المصورة على ورقة العشرة دنانير تونسية؟ الاقتراحات: عزيزة عثمانة، الكاهنة البربرية، ولا توحيدة بالشيخ؟ انا نقول عزيزة عثمانة. عطينا ميم شوز دونك ننزلو كهو مريقل. يلا العب. يلا مستغنين على 24 ثانية، معناها ما امبوسيبل تكون كهنة بربرية ولا توحيدة بالشيخ. في مخي انا امبوسيبل، ما نعرفش. انا في مخي عزيزة عثمانة. يا منير عزيزة عثمانة عندهم. خل نسمع كيفاش منير الاسم هذا تعبت عليا قبل هيك حلاش فهمت. اي وين زيد سمعتها الحكايه. هما الاسامي الكل هما ذوما معناها دي ريفيرونس. اي اما سامحنا عزيزة عثمانة والكهنة البربرية وتوحيدة بالشيخ، معناها توحيدة بالشيخ شبيها تعرفها توحيدة بالشيخ. انا نعرف كنا عزيزة عثمانة. اول طبيبة تونسية فوالا توحيدة بالشيخ، واول امرأة اخذت الباك ظهر لي هكا ولا اي اول امراه ظهر لي اخذت البكالوريا ثبت وفهم هذا اللي في بالي بي. على استبعدت توحيد بشي ما نعرفش علاش هكا طول هكا عزيزة عثمانة. اي علي ما خديتش وقتك ال 24 ثانية يعني ما كملتهم. باش تطلع صحيحه. باش تطلع صحيحه ان شاء الله يا منير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هو راهو متفاهمين فما ان شاء الله من فما زاد راهو الثقه المفرطه في النفس ساعات يدخل عبد انا ذوك ما نعرفهمش. علاش ما نعرفهمش؟ في مخي ديما عزيز خاطر نفكر فما شكون قال لي الورقه نتاع 10000 قالوا لي دونك قبل نتفكرها الفازه دونك قعدت لي في مخي ميموار دونك هيك علاش طول قلت هيك ما فسخ الميموار خاطر المراه المصوره على الورقه
ماهيش عزيزة عثمانة، هي توحيدة بالشيخ، أول طبيبة تونسية وكثيقة ذيك. والله سمعتها هكا، والله سمعتها يا منير. لا باه يغزل لي منير، خلينا نتفقوا في حاجة. أخي 30 ثانية، عملت لي كيما قبل أنا كي كنت نعدي الامتحانات، كنت ناكل تريحة. علاش؟ علاش؟ تلمون جاوب فيسا ونحب نخرج باش نمشي نكور ولا باش نمشي. معناها تقول الوقت هذاك ماني حاجة زايدة في الاكزامان، ألوغ هو معناها ماهوش حاجة زايدة، كامل خوذه كامل، خوذ وقت كامل معناها. أنا وصلت ناكل تريحة يلزمني نكمل الاكزامان، نقعد نعاود نقراه ونعاود نقراه ونطلع الأغلاط. فهمت؟ دونك أنت لهنا كان زدت وخممت شوية. الله غالب، أي ما رجعي. أه ريت كيفاش. أي ما زدت ما تاخذش وقتك الكل يا منير. يا منير يا منير فهمنا ولا ايه؟ فهمتك يا منير. يا منير مش نتعاقب معاه. صحيح منير. يلا السؤال الأولوية مرة أخرى. السؤال يقول شنو القطعة اللي ديما محمية في لعبة الشطرنج؟ فما قطعة ديما نحميوها نخافوا عليها في لعبة الشطرنج. ملك. الملك جواب صحيح. ما عنديش فكرة، ما جاوبتش. سبحان الله، والله بالزهر طيشت نذكر. ما عنديش فكرة الجملة. والله بالزهر خاطر هي قاعدة تغزل تغزل دونك لازم. أي ما عنديش فكرة حتى تعرف. برافو برافو عبي. أيا أميرة. أيا أعطيني سكور بربي سكور. سكور مازلنا صفر صفر. ليه أنا عندي بونت. عندها نقطة أميرة. عندها نقطة أي أميرة عندها نقطة. السؤال هذايا على نقطة ثانية. 30 ثانية أميرة تتشاور أنت وعبير تعطيني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت. سؤال يقول وين موجود مقام للا عربية؟ الاقتراحات باب جديد، الحفصية، ولا سوسة؟ أميرة وين؟ مش أكثر الزهر عندك فكرة؟ مقام للا عربية، باب جديد، الحفصية، ولا سوسة؟ للعربية مستبعد السوسة ولا لا؟ مستبعدها الحقيقة، ما عنديش فكرة راني فيهم الكل. ما نعرف متاع سيدة منوبية نقولوا باب جديد ولا سوسة زعمة. باب جديد ولا سوسة؟ يلا أميرة قاعدة تجاوب بالزهر، أعطيني أعطيني الإجابة أميرة. باب جديد جاوب نهائي. جا ربي يا أميرة جاوب بالزهر. والله باش تدوخني. زهر اكثر. بجربي بالزهر يا اميره. والله العظيم بالزهر. لا موضوع خطير زهر اليوم. مقام للا عربيه بين الحفصيه سوسه وباب جديد، اخترتوا باب جديد بالزهر. والله بالزهر ما عنديش فكره. استبعدت سوسه بالزهر. هي استبعدت سوسه، انا استبعدت الحفصيه، قعدت باب جديد. والإجابة يا أميرة ما عادش نقولك صحيحة، باش نقولك بالزهر. جواب صحيح باب جديد. نقطة ثانية. الحمد لله. أميرة وي أميرة عامر هكا ولا إيه؟ وي وي هي قاعد تثبت من الاسم. أنا على ميتي نركز معك شو اللي نستشيرك أنا في بعض القضايا. قولك يا أميرة نعملك ونعملك جاوبني بالزهر. برافو أميرة. دوك مقام للا عربية في باب جديد، باب جديد جابت لنا نقطة ثانية. برافو ريتو حلاه باب جديد. صحيح. نقطة ثانية لأميرة، مازلنا صفر من النقاط. كهو السرعة السرعة مش بيها. ولي شنو يلزم نعمله باش تعاود تسترجع لي القدرات نتاعك؟ أنا تحب نخرج وبيب نرتحك شوية. أي شوية هكا يا منير نصحصح و منير ظهر لي يلزمنا نعملولها ترتيح. ها كي جماعة الباسكيت والهوند هكا يطلبوا وقت مستقطع، ظهر لي يلزمنا ناخذولها ترتيحة هكا فاصل فماشي ما تسترجع، خاطر ظهر لي الريبونس الأخرى عملت لها شوية شوية برتورباسيون. نسترجع قلت اللي قال هو كان منير وافق. موافق منير؟ موافق. اي خليها يعيشك. خليها تسترجع قدراتها. يلا ترتيحه صغيره مع البوب راجعين.
سبعة وثلاثة وخمسين دقيقة، مازلنا واصلين معاكم حتى للثمانية متاع الليل. قبل الفاصل، أميرة منتصرة بزوز نقاط مقابل صفر المنير، ولا خذينا ترتيحة، عملنا شوي كوتشينج، إعادة توجيه وفي نفس الوقت الصفوف نظمناها. بزر مدام مطلوبة السرعة، السؤال الأول وي منير، خويا هكا قمت بالواجب، شربت شريبة ماء، حكينا معاها قلنا شنو مشاكلك، بتي راهو لازم على الأقل نذلوا الفارق. صحيح راهو منير ما يروحش يديه فارغة، ولكن كمان إن شاء الله إن شاء الله لازمنا نماركيو على الأقل هكا، ولا منير إن شاء الله إن شاء الله. يلا السؤال الأولوية، السؤال يقول تبربة تابعة المستير ولا منوبة؟ تبربة مستير ولا منوبة؟ مستير. تبربة تبربة مش تبلبة منوبة. تبربة منوبة. هسمعت تبلبة أنا تبربة منوبة. منوبة منوبة. شنو ضاع لي؟ ضاع ضاع وضيعتنا معه. علي انت قلت تبلبة ولا تبربة؟ انا قلت تبلبة توينا وليت غالط. تبربة. قلت تبربة. تبربة منوبة في بيت تبلبة. سمعت معنى السمع من مشكلة في السمع. السمع ليه مشكلة في السمع مش في الفهم. انتو كانت تبربة هي في منوبة واجابتك مدام غالطة. ونمشيو العبير راح 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 اليوم زيدة بالقدي مش مشكل. عبير أميرة أميرة والله ماشي الزهر وماشي الدنيا والعطر شيء أميرة غدوة باش تعطيني شوية من الزهر متاعك خل نخدم خدمة باهية إن شاء الله ربي معك بجانبي أمين بجانبي. أي أميرة أهلا حاضرة حاضرة 30 ثانية أميرة يفصلون على 600 دينار كاش. السؤال يقول على أي قناة يتعدى برنامج لو ميور باتيسيي؟ الاقتراحات تي اف ان بي اف ام تي في والا ام 6. عندك فكرة أميرة ولا ليه؟ برنامج معروف على الاخر لو ميور باتيسيي باتيسيي دايوغ ربح فيه واحد تونسي قبل. ما عنديش فكرة. ويتعدى في ام 6 والا تي اف ان ام 6 ام 6 نمشي معاك نمشي معاك. يلا العب يلا يا أميرة أعطيني الإجابة النهائية. هي شكت بين الامسيس بعد مشت يافان راهو بعد رجعت الامسيس. أعطيني جاوبك نهائي. يغلطوا علاش قرب لبعضهم امسيس مامو مش تبعها مالي امسيس انا تبعها راهي بدلت رايها مشت يافان ورجعت. بما أني ما عنديش ما عنديش الإجابة الصحيحة نمشي معها وكذا تكمل معها بالزهر. بدينا بالزهر نكملوا بالزهر. الزهر قعدنا قعدنا هكا ولا ايه هكا وبالزهر ربي سهل. كنا زوز نقاط يا أميرة كنا زوز نقاط على أي قناة يتعدى برنامج لو ميور باتيسيي بين تي اف ان بي اف ام تي في ولا ام 6؟ شكيت في الزوز نتفرج فيهم ديما في ام 6 وتي اف ان بعد اخترتو ام 6 وجواب كان نهائي وجواب هذا جاب لنا 600 دينار كاش. مبروك عليك أميرة. مبروك 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 عليك 600 دينار كاش من هدية اتصالات تونس. مبروك عليك يا أميرة يرحم والديك ويبارك فيك. ان شاء الله بالبركة عايشك ان شاء الله. مبروك عليك ما تنسناش في فاشكة زهر بجرب. انا مش فاشكة انا نحب 20-30 لتر راهو كل واحد على قد حجمه. اميرة ميرسي بوكو نخلي لك مود لافان على شكون تحب تسلم اميرة. يعيشكم نحب نسلم على دارنا امي وباباي واخواتي ونحب نسلم على كل العاملين في اي اس ام وعبير وان شاء الله كل ربي يعطيكم ما تتمنوا ربي يخليك وان شاء الله من حسن لاحسن. امين امين يعيشك يا اميره ميرسي بوكو ان شاء الله ديما من حسن الى احسن. منير مبروك منير. مبروك مسج منير مبروك عليك بوندا قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس. ان شاء الله نشوف اسمك في القرعه نتاع السياره كيا ريو قيمتها 50 مليون منير ونخلي لك مود لافا على شكون تحب تسلم هاي على الدار والفامي. وميرسي يعيشكم على الاستضافه هذه وربي معاكم وربي عينكم. عايشك يا منير ميرسي بوكو نورتنا اليوم ومبروك عليك البوند داشا قيمته 100 دينار. الفايزين معنا
في الديجيتال في الويكاند نهار الجمعة 22 جويليا. شكري سليمي من أريانا. نهار السبت 23 جويليا فتحي بن أحمد من المهدية. نهار الأحد 24 جويليا هيثم صباحي من الكيف. نهار الاثنين 25 جويليا حامد العوني من صفاقس. مبروك عليكم. 600 دينار كاش من هدا اتصالات تونس. عبير ميرسي بوكو نورتي اليوم. ولا كيف كيف نورتي اليوم. ميرسي بوكو. حلقة أولى ممتازة. يعطيك الصحة عزتوتي في الإخراج. زهرة درة في الإعداد. إيمان سفيان وائل. تحية كبيرة لكم فريق الإف إم تي في وديجيتال. نسلم عليكم برشا. نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. رقصة منس كل. باي باي.